مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من محطة الشيخ سعيد نبدأ تحقيقنا الصحفي حول عدم وصول الكهرباء إلى مناطق الفردوس، حي الصالحين، فستان القصر. اللي قصف انقصف واللي سرق سرق، ما ضل يعني هلا اتصلتوا على المحطه، تصور بالمحطه ما في شيء بالمحطه. اللي انقصف اللي قصف الدبابات النظام قصفه، واللي ضل انسرق، اللي سرقته مدنيه وسرقوا جيش حر، ما ضل شيء بالمحطه من سرايا يعني. لذلك احنا هون بالفردوس يعني الناس ضاجت كثير بالفردوس، الناس الوضع كثير مأساوي من موضوع الكهرباء بالفردوس. الإسلامية مسؤولة، كل الجهات المعنية مسؤولة. يعني موضوع الكهرباء من حوالي سنة احنا ما شفنا الكهرباء حي الفردوس، ضغطنا ضربة في محطة الشيخ سعيد بعد ان سرقت. الأكبر للشركة سرقاتها، سرقة المحولات، المنظمات، النحاس اللي فيها تحت الأرض فوق الأرض، يعني الشبكة كلها تبع الشركة تمت بالسرقة. تصلح وشغلتها كانت بسيطة كتير، يعني تتصلح وتشتغل كان الشركة وترجع بتغذي الشيخ سعيد والشعب كله بصير عنده كهرباء. يعني القصف مو سبب رئيسي للوقاف الشركة. كان ممكن انه اصلحها، ممكن اصلاحها، ممكن تجي لجنة تصلحها وتضبطها وترجع تشتغل الشركة، ما في اي مشكلة. حطت الشيخ سعيد كان بتولد عدد كبير ضخم جدا من الاحياء والقرى الجنوبية، والمحطة تعرضت للقصف، نتيجة القصف تعرضت الاحياء كلها لقطع الكهرباء. بعد ما قطعت الكهرباء صار في ناس كثير هنيك مرابطة هنيك حوالي قفالي مرابط هنيك على المحطة، فشال المولد اللي جوا المحطة. الساعة 20:02:2013 الموقع يوم السبت محطة شيخ سعيد. فشال المولد اللي جوا المحطة، فتح باب كمان تاني لغيره، فاجا واحد اسمه بيدع الليبي من الهيئة الشرعية تبع الفردوس، وأنا مقدم شكاوي فيهم بالهيئة الشرعية تبع الفردوس من فترة وما حدا استجاب لهذا الشكاوي. شالوا كبيل، قصوا كبيل، أخذوا البارات، أخذوا كتير شغلات من المحطة، دمروا هاي المحطة اللي بتكلف مليارات، اللي نحن بحاجتها هلأ وبأمس الحاجة إلا لأن هدول الناس كلها بحاجتها اتدمرت. هي سرقة المحطة صارت على مراحل، يعني أنا ما بحسن بقول لك إنه هن كل المحطة سرقوها، بس هن كانوا تعرفين تقريبا هن السبب الرئيسي بشيء المحطة. أفادي كمان لحد الآن على شهود عالم إنه في عندهم تصاوير عليه هو والليبي، إنه هن اللي سرقوا الكابلات تبع المحطة ومعدات المحطة، وما زالت المحطة لحد اليوم. ونحن اليوم بتاريخ 27/10/2013 لتاريخ اللحظة المحطة عم تنسرق، وفي كتير ناس من الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر بتعرف الحكي، وكتير نحن نشدنا عالم لحد الآن المحطة عم تنسرق وعم تتفضى. انا ما بجي اقول لك افادي انه انا لي غايه عند افادي ولا عند غيره، انا لي غايه انه هاي المحطه بتخدم تقريبا 5-4 مليون نسمه، بتروح هيك تنسرق وتنهدر حرام. نحن اللي بتخدمنا انه نحن الوجع لنا الناس، نحن اللي بجعنا قلبنا عليها واللي الله بيعلم انه احنا حطينا دم قلبنا حتى زبطنا المحطه، والناس كلها عم تتمنى انه تجي الكهرباء، بتدفع امبيرات وتروح كذا مشان افادي وغيره والليبي وكذا يصير معهم مصرات، افادي ياخذ المولد من قلب المحطه يشغل امبيرات او يروح يبيعها ب 750 الف ليره، وهي محطه المولد الكترونيه راح ضرب الالكترون تبعها وراح سواها مولد عاديه.
وراحت كل اجزاء المحطه كلها بسبب وش. خفيدي انشال مرتين صار. اول مره انشال نهارين ثلاثه توقف وطلع، يعني اكيد دفع مبلغ مالي حتى طالعه. وثاني مره كمان توقف نهارين ثلاثه كمان طلع، ما تحاسب على هالشيء هذا. وفي اثباتات عليه انه هو اللي شال. خفيدي مره هلا من فتره بسيطه راح حطوه بالسجن كامل نهار وطلع قال انه ما عليه شهود، ونحن بستعد انا واحد من الناس احط ايدي على القران احلف عليه انه اخذ مولده. وفي مولدتين ثانيات راحوا من المحطه، وفي كابلات عم تقطع بتنشال. يتساءل المدنيون القابعون في ظلام الليل اما اذا كانت الكهرباء ستعود يوما، ام يعيدها سارقها، ام يتدخل طرف اخر فيكون المنقذ. عبد الرزاق نبهان، شبكه حلب نيوز.